السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، والله يمن العمر. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال يا شيخ، مريض مال مزمن ولا فقدان تعلق عدم الصيام؟ يعني بغير يوم خمس أو ست أيام فاطر، فهل علي تقدم الشهور الماضية؟ تقصد مريض مرض مزمن؟ مريض مرض مزمن والأطباء نصحوه بعدم الصيام. هل يطعمك؟ بس له 5 سنين أو 6 سنين يفطر يعني، فهل عليه فرض الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. المريض مرضا مزمنا إذا أفطر هل عليه إطعام أو ليس عليه إطعام؟ ليس في الباب نص صريح من الكتاب أو من السنة، ولكن كان أنس بن مالك لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. يعني لكن لا أعلم دليلا على ذلك، فلو لم يطعم لا شيء عليه، وإن أطعم مسكينا فهو أحوط له، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وياكم.